السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشف نادي نهضة بركان عن الوضع الصحي لمدربه فلوران إيبينغي بعد تعرضه الأخير لحادث سير في طريق عودته من الحصة التدريبية ليوم أمس الاثنين. وضع النادي البركاني في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء أن الفحوصات الطبية الدقيقة بينت أن المدرب أصيب على مستوى العمود الفقري. وذكر النادي أن إيبينغي سيخضع للراحة لفترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام على أن يتم تقييم حالته الصحية بعد ذلك.